تحرص الحكومة على وضع كل الترتيبات التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واتخذت في سبيل ذلك جملة من الإجراءات أبرزها 4 زيادات متتالية للأجور خلال الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2024، استفاد منها أزيد من 2.8 مليون موظف ومتقاعد في الوظيفة العمومي، إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30,000 دينار جزائري من الضريبة عن الدخل الإجمالي طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن التثمين السنوي والزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد التي رصد لها خلال السنوات الأربع الماضية 2020-2024 غلافا ماليا مقدر بحوالي 1100 مليار دينار جزائري لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين، من بينه مبلغ 172 مليار دينار جزائري لتثمين منح ومعاشات التقاعد لشهر ماي 2024، حيث تجاوزت الزيادات لبعض الفئات من المتقاعدين نسبة 48% خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية 2024. وفي السياق ذاته تم إعادة تثمين منحة البطالة من 1300 دينار جزائري إلى 13,000 دينار جزائري إلى 15,000 دينار جزائري ابتداء من شهر جانفي 23. ومن جهة أخرى تم إطلاق برنامج يتضمن منح 60,000 إعانة بعنوان سنة 2024 لبناء السكن الريفي لفائدة العمال والمتقاعدين، وقد خصص الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لذلك غلافا ماليا قدره 30 مليار دينار جزائري، ووضع نظام معلوماتي لتسيير هذه العملية وتمكين المواطنين من إيداع ملفاتهم عن بعد.